السلام عليكم. واشنطن أرسلت واحدة من أخطر غواصاتها النووية على الإطلاق تجاه إيران، وهذه الغواصة التي نتحدث عنها هي USS West Virginia. هذه الغواصة هي تعتبر جزءا من الثالوث النووي الأمريكي، وهي تعمل بالطاقة النووية وقادرة على توجيه ضربات صاروخية نووية، وهي غواصة شبحية ومن فئة أوهايو التابعة للبحرية الأمريكية، والتي تعتبر هي من القواعد لإطلاق الصواريخ البالستية من تحت المياه. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هذه الغواصة من الغواصات المهمة بالنسبة إليها، هي تحتفظ بسرية تحركات هذه الغواصة، لا يمكن لهم إلا ما ندر أن يكشفوا عن موقع وتحركات هذه الغواصة، لأنها تعتبر جزءا من الردع الاستراتيجي الكبير الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد. ولكن القيادة المركزية الأمريكية كشفت اليوم بهذا الشكل بأن قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية جنرال إيريك كوريلا قد زار هذه الغواصة، ونشروا له صورا بهذا الشكل. بقي في هذه الغواصة لمدة 8 ساعات، وأيضا الغواصة بحسب الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية طفت فوق سطح المياه الدولية بهذا الشكل، بل إنهم كشفوا موقع هذه الغواصة وأين تتواجد الآن، وكشفوا في حقيقة الأمر عندما نلقي نظرة على هذه المنطقة التي ترونها هنا، عمان طبعا، اليمن، المملكة العربية السعودية، وهذه هي إيران. كشفوا بأن هذه الغواصة موجودة هنا في بحر العرب، في إحدى النقاط الموجودة في بحر العرب بهذا الشكل، وواضح جدا أنها تأتي باتجاه إيران. كذلك واحدة من الصور الأخرى التي نشرت للجنرال إيريك كوريلا ظهر معه هذا الرجل براد كوبر. هذا الرجل هو قائد الأسطول الخامس الأمريكي، والأسطول الخامس الأمريكي أساسا هو يتمركز في البحرين، هنا البحرين يتمركز هذا الأسطول هنا، ويعمل كثيرا من أجل مراقبة إيران، من أجل ردع إيران والتحركات التي تأتي في الخليج العربي على مستوى مضيق هرمز. وبالتالي نحن أمام قائد الأسطول الخامس الأمريكي يتواجد في هذه الغواصة، كذلك قائد القيادة المركزية الوسطى جنرال إيريك كوريلا في هذه الغواصة، وكشفوا عن موقعها. وطبعا الكشف عن هذه الغواصة في هذه التوقيتات مع وجود هؤلاء القادة الأمريكيين هو يأتي في توقيتات مثيرة للغاية، في توتر كبير ومتصاعد تجاه إيران وتجاه روسيا في نفس الوقت. فإيران الآن في 3 أيام الماضية أو حتى في 5 أيام الماضية أصبحت منخرطة بشكل كبير في الحرب الروسية عن طريق طائراتها المسيرة، وكذلك من التقارير الكثيرة التي جاءت من الواشنطن بوست الأمريكية، وبعدها تأكدت من مصادر أخرى من رويترز مؤخرا قبل 48 ساعة في حقيقة الأمر بأن إيران سترسل صواريخها البالستية إلى روسيا لتستخدمها في الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى قوات النخبة في الحرس الثوري الإيراني. بحسب الديلي ميرور وكذلك النيويورك تايمز تحدثت بأن هذه قوات النخبة المختصة في تشغيل الطائرات المسيرة، والتي تعتقد وتشتبه بأنها متورطة في قيادة الطائرات المسيرة وتحديدا من نوع شاهد 136 المفخخة، بأنهم يقودونها وقاموا بقيادة بعض الهجمات التي جرت في الداخل الأوكراني بضربات فعالة وخطيرة. أيضا بأن الإعلان عن وجود هذه الغواصة وعن هذه الزيارة هي تأتي بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في 4 مقاطعات في أوكرانيا، من المقاطعات طبعا التي ضمتها روسيا، نتحدث هنا عن خيرسون، زاباروجيا، لوغانسك ودانييتسك في إقليم دونباس، بالنسبة للوغانسك ودانييتسك تحديدا. وبالتالي عندما أعلن حالة الحرب هناك فهذا يعني، وكذلك مع ضم هذه المناطق، هي تقع هذه المناطق الآن وتعتبر أراضي روسية، وهي تقع تحت مظلة أو المظلة النووية الروسية كما صرح الكرملين. وهذه تأتي مع تهديدات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية أو المحدودة القدرة كما جاءت بعض التصريحات من روسيا. وبالتالي نحن نتحدث عن تهديدات نووية خطيرة، والولايات المتحدة الأمريكية بحسب الكثير من التقارير التي جاءت مؤخرا والتصريحات هم يتوقعون بأن بوتين فعلا سيقوم بتجربة نووية خطيرة. ولكن بوتين وضع الغرب الآن في حيرة من أمرهم بطبيعة أين سيقوم بهذه التجربة النووية، وهل من الممكن أن يقوم بضربة نووية محدودة في المناطق الأربعة وفي المقاطعات الأربعة التي تحدثنا عنها. وطبعا هذه الحيرة التي أوقع بها الغرب قد
تحدثت عنها وراقبتها في طبيعة الحال، والولايات المتحدة الأمريكية والغرب يتابعون التحركات نووية مريبة ومكثفة كشفت عنها الإمجسات انترناشنال مؤخرا عن طبيعة تحركات لهذه القاذفات النووية الروسية الكبيرة والخطيرة للغاية. نتحدث عن TU-160 وكذلك TU-95 الروسية. طبعا كشفت بالنسبة للإمجسات انترناشنال طبيعة تحركات هذه الطائرات. هنا إذا ألقينا نظرة عن طبيعة هذه المناطق التي ترونها، هنا طبعا أوكرانيا، بيلاروسيا، وهذه هي روسيا، هنا فنلندا، وهنا السويد. و في بداية الأمر عندما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمسألة استخدام القوة النووية وغيرها، جاءت بعض التقارير تحدثت بأن التجربة النووية قد تكون على الحدود مع أوكرانيا، لأنهم يريدون أن يرسلوا رسالة ردع قبل استخدامها ومن أجل تغيير مجريات هذه المعركة. ولكن التحركات التي كشفتها الإمجسات انترناشنال في حقيقة الأمر لهذه القاذفات الاستراتيجية النووية هي تأتي في هذه المنطقة على الحدود مع فنلندا. دعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا لكي نلقي نظرة عن طبيعة أين تتواجد هذه القاذفات تحديدا التي تحدثت عنها طبعا إمجسات انترناشنال. هنا فنلندا وهنا أوليني غورسك، هذه هي منطقة أوليني غورسك في هذا المطار تحديدا الذي ترونه، والذي يعتبر قاعدة جوية روسية مهمة. وبهذه المنطقة وبهذه الجزئية تحديدا كشفت الإمجسات انترناشنال بأن TU-160 والTU-95 تواجدت هنا وأصبحت بتحركات وقامت بتحركات مكثفة تجاه هذه المنطقة وتتواجد في هذا الموقع تحديدا، كما كشفت طبعا الإمجسات انترناشنال. وهذه التحركات بدأت منذ أغسطس الماضي وحتى نهاية سبتمبر الماضي، أي الشهر الماضي فقط. وبالتالي هم كشفوا هذه الصور في البداية للTU-160، كما تلاحظون نفس الموقع الذي أشرنا إليه تواجدت بهذا الشكل في 21 من أغسطس من هذا العام طبعا بكل تأكيد، وبعدها في 25 من سبتمبر الشهر الماضي، نهاية الشهر الماضي، تلاحظون هنا TU-160 بالإضافة إلى TU-95 الطائرة التي تشبه تماما B-52 الأمريكية. وهذه طبعا وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في حيرة مما ممكن أن تقوم به روسيا هنا تحديدا، وأين ستكون التجربة النووية. بل ما زاد من صعوبة هذا الموقف قبل 48 ساعة من الآن، كان هنالك إعلانا من القيادة الأمريكية الشمالية بأن طائرتين من هذه الطائرات، ألا وهي TU-95 التي تحدثنا عنها الآن، بأنها اقتربت من إحدى الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، صدق أو لا تصدق. وهذا التقرير الذي جاء هو أكد بأن هذه الطائرات هنا ألاسكا، ولاية ألاسكا تحديدا هي التي اقتربت منها هذه الطائرات الخطيرة الروسية. أكدت بأن كما تحدثنا طائرتين اقتربت من هذه الولاية، وبعد ذلك جاءت طائرتين من طائرات F-16 الأمريكية قامت بردع هذه القاذفات النووية وبالتالي انسحبت بهذا الشكل. وهذا ما جعل طبعا بأن هنالك مشكلة حقيقية، اقتراب هذه الطائرات بهذا الشكل من إحدى الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل هو رسالة خطيرة للغاية، وقد يكون فيها الكثير من التصعيد إذا ما تصاعدت الأمور في أوكرانيا تحديدا. وبالتالي هم أصبحوا أمام حقيقة بأن من الممكن أن تهدد الولايات المتحدة الأمريكية نوويا بشكل مباشر بهذا الشكل الذي ترونه. وكذلك تحدثنا عن تكثيف طائرات القاذفات النووية هنا بالقرب من فنلندا، TU-160 والTU-95 بالإضافة إلى أوكرانيا هنا، والمقاطعات الأربعة التي تحدثنا عنها التي من الممكن جدا أن تكون هنالك ضربات نووية محدودة إذا ما لزم الأمر بالنسبة لروسيا وإذا ما تقدمت أوكرانيا بشكل مكثف. وبالتالي لاحظ الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أمام العديد من السيناريوهات النووية بهذا الشكل، بل أن روسيا جادة وجادة للغاية فيما يتعلق بأوكرانيا، إلى درجة بأن تقريرا صدر يوم أمس من قبل نيويورك تايمز الأمريكية كشف بأن روسيا سحبت المزيد من جنودها ومن منظوماتها الدفاعية من سوريا لكي تشترك في المعركة الأوكرانية التي نتحدث عنها طبعا. وهذه التفاصيل التي نشرت من قبل طبعا نيويورك تايمز هي أكدت بصريح العبارة بأن عملية الانسحاب كانت من جنود روس وكذلك من قيادات روسية. الجنود الروس كانت هنالك ثلاثة مصادر
تحدثت عنها نيويورك تايمز ونقلتها في حقيقة الأمر. قالت أحد المصادر بأن كتيبتين هي التي انسحبت من روسيا من الجنود الروس من سوريا مباشرة إلى روسيا للقتال طبعا في أوكرانيا. ولكن مصدرا آخر نشرته أيضا نيويورك تايمز قالت بأن العدد يصل من 1200 إلى 1600 جندي روسي قد انسحبوا. بالإضافة إلى ذلك أن المصدر الأخير قال بأن الأعداد أكثر بكثير من هذه الأعداد التي ذكرتها لكم، بالإضافة إلى قيادات مهمة روسية في سوريا أساسا قد انسحبوا وأيضا المنظومات الدفاعية. وتحدث هذا التقرير تحديدا بأن المنظومات الدفاعية من نوع S-300 الروسية انسحبت تماما ولم تعد موجودة في الداخل السوري، وهذا يغير الكثير من المعادلات بحسب ما نشرته طبعا نيويورك تايمز، وتحدثت بأن هذا يغير ميزان القوى الموجودة في المنطقة. هذا قد يزيد بصريحة العبارة التواجد الإيراني لملء الفراغ بشكل أكبر في الداخل السوري، وكذلك هو يعطي حرية أكبر للإسرائيليين في طبيعة الضربات التي يوجهونها إلى سوريا، وأنهم ليسوا مضطرين الآن الإسرائيليين في عملية التواصل مع روسيا، لأن نيويورك تايمز وجدت بأن النفوذ الروسي في ظل هذه التفاصيل بدأ يقل شيئا فشيئا في داخل سوريا، وهذا يغير ميزان القوى ويغير طبيعة السيناريوهات التي ممكن أن نراها. ولكن الأهم من هذا الأمر بأن انسحاب منظومات S-300 بأكملها كما تحدثت نيويورك تايمز هو قد لا يعني شيئا بالنسبة للمنظومات الدفاعية الروسية بشكل عام، ففي حقيقة الأمر لا زالت روسيا تمتلك منظومات دفاعية موجودة في الداخل السوري وهي أخطر وأقوى من S-300. إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي إلى سوريا تحديدا لكي نحدد هذه المسألة، مع التذكير بأن البحر المتوسط لا زالت طبعا روسيا تسيطر عليه على مستوى الطاقة وغيرها، لديها استثمارات مهمة مع النظام السوري في هذه النقطة، وبالتالي لا زالت هنالك أهمية بالنسبة لسوريا. وعلى هذا الأساس إذا ما اقتربنا مثلا من المناطق القريبة من البحر المتوسط، دعونا نتوجه مباشرة إلى مدينة مصياف. هذه هي مدينة مصياف، إلى شمال غربها هنالك عدد من النقاط للمنظومات الدفاعية الروسية وكذلك المنظومات الدفاعية السورية. لنقترب من هذه النقطة تحديدا عندما نتحدث عن S-300 من أين انسحبت؟ كما تلاحظون هنا بهذا الشكل إذا ما توجهنا إلى اليمين في هذه النقطة، هذه النقطة هي النقطة التي كانت تتواجد فيها منظومات S-300 الروسية بشكل مكثف، كما كشفت طبعا الإيمجسات انترناشنال في حينها بصورا بالقمر الصناعي تتواجد بهذا الشكل المكثف. ولكن بعد ذلك هي كشفت منذ أغسطس الماضي، نهاية أغسطس الماضي تقريبا، قد اختفت هذه المنظومات الدفاعية. وواضح جدا أن S-300 اختفت تماما بالنسبة لروسيا وأصبحت بحاجة لها، قد تكون بسبب الظروف التي تمر بها والتقارير الكثيرة التي تتحدث بأن هنالك تدميرا كبيرا لهذه المنظومات. ولكن أين هي المنظومة التي تحدثت عنها الآن؟ المنظومة الخطيرة والكبيرة الروسية التي لا زالت متواجدة في هذه المنطقة. بالتالي إذا ما ألقينا نظرة على هذه المنطقة الآن من جهة أخرى، فالنقطة التي تحدثنا عنها هي بهذا الاتجاه، المنظومات الدفاعية الروسية التي أتحدث عنها تأتي بهذه المنطقة على مسافة 1.5 كيلومترا تقريبا. دعونا نقترب من هذه الصورة للقمر الصناعية، المنظومات الدفاعية هنا لا زالت موجودة حتى هذه اللحظة التي نتحدث عنها. المنظومات هي S-400 الروسية، واحدة من أعتى المنظومات الدفاعية على الإطلاق، لا زالت موجودة، لا زال الروس موجودين. ولكن بالنسبة لسوريا والجيش السوري هذه تعتبر مشكلة حقيقية، فالمنظومات التي تحدثنا عنها الآن هذه المنظومات التي قلنا هنا S-300 طبعا وهنا S-400 التي لا زالت موجودة. S-300 لم تعد موجودة، وإذا ما ازداد احتدام المعارك طبعا التي تأتي في أوكرانيا قد يعني فيما بعد انسحاب منظومات S-400 التي لن تستخدمها روسيا ولا تستخدمها روسيا نهائيا. وبالتالي على هذا الأساس بالنسبة لسوريا لا تمتلك الكثير لمواجهة الضربات الإسرائيلية في المستقبل، وهنا يكمن مسألة ميزان القوى الذي نتحدث عنه. فسوريا تمتلك منظومات دفاعية بهذا الاتجاه من منظومات S-200 وكذلك منظومة هنا بهذا الاتجاه وهي من نوع بانسر S-1. دعونا نقترب من هذه المنظومة لكي نلقي نظرة عليها. منظومة S-200 ممكن أن تحقق بعض النتائج ضد الصواريخ وغيرها التي ممكن أن تستهدف سوريا، ولكن هي غير كافية هذه المنظومات التي ترونها مع عدد من المنظومات الأخرى. ودعونا نتجه مباشرة إلى النقطة الأخرى التي ذكرتها لكم وهي منظومة البانسر S-1 السورية.
وسنلاحظ بأن هذه المنظومة موجودة. هنالك صور، إذا ما عدنا قليلا سنلاحظ بأننا أمام منظومتين على الأقل موجودة من البانسر بهذا الاتجاه، وهذا يعني بأن هنالك مشكلة مستقبلية بالنسبة لسوريا تحديدا، يعني بأن الأمور ستحتدم بين الإسرائيليين وبين الإيرانيين في الداخل السوري، وستكون هنالك كثافة في الهجمات وفي التواجد وغيرها. فالإسرائيليين كل ما هم بحاجة إليه دائما يفعلون هذا التحرك، وطبعا دائما يقومون بهذا التحرك هو عبر البحر المتوسط ليستهدفوا منطقة مصياف، واستهدفوها كثيرا. عدم وجود الS-300 وبوجود الS-400 وحدها قد يعني أن الإسرائيليين لن يبلغوا الروس، لن ينسقوا مع الروس، وبالتالي الروس غير قادرين بالتالي على معرفة ما يجري، وغير قادرين بالتنسيق مع النظام السوري بأن هنالك ضربات ابتعدوا عن هذه المنطقة أو غيرها، لن يكون هنالك تواصلا، وبالتالي قد تعني اشتعال هذه المنطقة في المستقبل مع هذه التغيرات الاستراتيجية. السؤال والأسئلة المهمة دائما نحاول أن نطرحها حول هذه التفاصيل الخطيرة التي تجري، ونحاول معرفة أسرارها ورسائلها ومكامن الضعف والقوة في هذه المسائل.